أهلا بكم مشاهدينا لحلقة جديدة من شبابيك اليوم. نذهب إلى عمان في الأردن لنناقش أسباب ارتفاع نسب حوادث السطو المسلح على البنوك، تلك الجرائم الغريبة على المجتمع الأردني والتي تكررت بشكل متزايد مؤخرا، كيف استقبلها المجتمع بمزيد من القلق والفكاهة، هذا المزيج وحتى التعاطف. ونرى أنه من الضروري أن نحلل أسباب ردود الأفعال المتباينة تجاهها. وفي شباك الثقافة نطير إلى الدوحة وتحديدا إلى الحي الثقافي لنشهد افتتاح دار نشر كتارا وخطوة إيجابية أخرى نحو الارتقاء بالمعرفة والثقافة. أما في شباك فلسطين فنذهب إلى الخليل ومصادرة قوات الاحتلال لخيام مدرسة كانت قد هدمتها قبل أسابيع قليلة، وكفاح أبناء فلسطين من أجل الحصول على حقهم في التعليم. هذا بالإضافة لشبابيكنا المتنوعة الأخرى، فتابعونا. إذن مشاهدينا نبدأ الحلقة بصورة اليوم من العراق، حيث غزت صور المرشحين شوارع العاصمة بغداد والمدن الأخرى في البلاد، وتفجر جدل في البلاد بعد أن أزال بعض الأحزاب صور الذين قضوا في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية حتى يضعوا صور مرشحيهم، واعتبره بعض المراقبين سباقا على أعمدة الكهرباء. وانتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للحد من هذه الإهانة بحق الشهداء. فيديو اليوم يأتينا من سنغافورة، حيث تمكن مهندسون من صناعة روبوت وفي مثل هذا اليوم 19 من أبريل نيسان عام 1971 أطلق الاتحاد السوفيتي أول محطة فضاء صنعها الإنسان، وكانت تحمل اسم ساليوت 1، وقد تبعها إطلاق المزيد من المحطات السوفيتية، وصل عددها إلى 7 محطات، وقد صارت بعد ذلك نواة الجزء الروسي المشارك في محطة الفضاء الدولية. ولحق بمحطة ساليوت رحلة فضاء واحدة شملت بشر، ووصلت إليها في 7 من يونيو/حزيران من العام نفسه. وقد تسببت مشكلة تقنية في قتل رواد الفضاء 3 أثناء عودتهم للأرض، وهي أول حادثة تؤدي إلى مقتل رواد فضاء في الفضاء الخارجي. إذن 5 حوادث سطو مسلح على بنوك في الأردن خلال أسابيع قليلة، ظاهرة مقلقة على المستوى الأمني بكل تأكيد، وأيضا تحتاج إلى المزيد من التدابير الأمنية بالرغم من نجاح الأمن في الوصول للجنات في 4 منها. لكن على الجانب الآخر أثارت تلك الحوادث ردود أفعال لقطاع كبير من المجتمع، وباتت مثار جدل واسع، فوسط القلق والسخرية من الظاهرة تعاطف البعض مع الجنات ربما لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة، وربطوها بحالة الغلاء المصحوبة بنفور من المؤسسات المالية والاقتصادية. ظاهرة تستحق التحليل والمناقشة، لكن بعد أن نذهب إلى الزميل ليث جبور في الأردن ومزيد من التفاصيل عن الموضوع، ثم نعود لنناقشها مع ضيوفنا من الأردن. 5 عمليات سطو على 5 بنوك في 3 أشهر هي حصيلة عمليات السطو المسلح التي استهدفت فروع بنوك محلية في الأردن، جميعها وقع في العاصمة عمان. وفي وضح النهار الأسلحة كانت نارية تارة وبلاستيكية تارة أخرى. السلطات تمكنت من القبض على 4 لصوص في وقت قياسي، في حين يبقى منفذ الهجوم الثاني مجهولا حتى الآن بعدما نجح في سلب آلاف الدنانير. حقيقة الجريمة لا تعاطف فيها، والخطأ هو خطأ ولا يمكن تبريره تحت أي مصور كان. فبنتمنى من كافة الإخوة، وبعثنا بأكثر من رسالة حتى نوضح لهم أنه الجريمة لا تعاطف فيها، لأنه ممكن أنت خلال تعاطفك مع هذه الجريمة تساعد شخص لارتكابها، فتكون أنت شاركت فيها. ظاهرة جديدة يعيشها الأردن إذن،
خاصة وأنه لم يشهد سوى 3 حالات مماثلة خلال 8 سنوات رغم طابعها الإجرامي، إلا أن تعاطفا غير مسبوق أبداه قطاع واسع من المواطنين مع مرتكبيها، تعاطف دفع السلطات إلى التحرك. الجريمة تبقى جريمة ويتم التعامل معها وفق القانون، وإن جرائم السطو والسلب هي من الجرائم الخطيرة، خاصة استخدام مرتكبيها الأسلحة النارية، مما قد يؤدي لا قدر الله لوقوع إصابات، فيجعل التعاطف معها غير مقبول نهائيا. إلا أن المراقبين يرون في هذا التعاطف انعكاسا للقلق من تصاعد معدلات الغلاء. من المألوف علميا أن يكون مثل هذا الانقسام، لكنه ليس مبررا بالتأكيد، إذ نتحدث عن أهمية الأمن بالمجمل الإنساني، وبالتالي واحدة من أهم النقاط التي يمكن أن يعمل عليها هي أن نوعي الناس أن استخدام القوة في الاعتداء على المال العام أو أموال الأشخاص لا يعطي مبررا رغم خطورة مثل هذه الممارسات لأناس يتعاطفوا مع أناس آخرين خارجين عن القانون. بغياب القانون تصبح المجتمعات غير معيارية، أي أن المسموح فيه والممنوع يتساويان. رغم تكرار عمليات السطو المسلح والدعوات لتوفير حراسات أمنية على مداخل البنوك، إلا أن ذلك لم يحدث، ما يزيد التخوف من تحول هذه العمليات المتفرقة إلى ظاهرة مقلقة أمنيا ومؤثرة على الاستثمار. تحذر الحكومة من التعاطف مع مرتكبي جرائم السطو، وتعتبر المتعاطفين مذنبين كمرتكبي الجرم، إلا أن العديد يرون أن التعامل الأمني مع هذه الظاهرة لن يكفي، لأنها في الأساس ظاهرة اجتماعية. ليث جبور، التلفزيون العربي، عمان. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع مشاهدينا، نرحب بهبة أبو طه وهي صحفية أردنية تنضم إلينا من عمان. أهلا بك هبة في التلفزيون العربي وفي برنامج شبابيك. يعني موضوع السطو المسلح أثار جدل كثير وواسع يعني في الأونة الأخيرة، وخاصة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أريد أن أسألك، موضوع التعاطف لماذا هو برأيك، لماذا هو أيضا غريب؟ هناك فئة كبيرة تتعاطف مع يمكن منفذو العمليات. تمام. هلأ التعاطف مع منفذي العمليات، عمليات السطو على البنوك، ممكن نحكي ردة فعل على السياسات الحكومية وعلى نهج الإثقال اللي بتتبعه الحكومة الأردنية تجاه المواطنين. يعني إذا نيجي نحكي على المواطن، هو فعليا ما عم بيقدر يجيب حق رغيف خبز لأولاده، وما بدي أجي أحكي أنه غالبية الشعب هو يعاني من الفقر، لكن هناك في فئة كبيرة من الشعب الأردني تعاني من الفقر، وهذا نتيجة طبيعية لتهميش الطبقة الوسطى، وهي الطبقة اللي عم تتلاشى بسبب سياسات الحكومة وإفقار الشعب. لماذا الناس تتعاطف مع هؤلاء؟ أنا الآن لا أبرر السرقة ولا أبرر السطو، لكن فعليا السياسات الحكومية هي دفعت المواطن إلى ذلك. فالمواطن في هاي الحالة يمكن بزمان أو نحكي قبل عدة سنوات هو كان خايف عشان لقمة عيشه، لكن حتى لقمة العيش قاعدة عم تختفي، وحتى الخبز اللي هو كان خايف عليه المواطن ممكن بكرة ما يلاقي حقه بالدرجة الأولى. وممكن نحكي هاي المرة الاحتجاجات الشعب الأردني عم بتيجي بطريقة السطو. من زمان أيام الحراك فعليا كان في مظاهرات وكان في اعتصامات وكان في احتجاجات شعبية، أما الآن هاي هي ردة فعل الشعب الأردني لكن هبة على سياسات الحكومية. يعني أذرق. كما أنه فعلياً الشخص اللي عم بيقدم على سرق أو سطو على البنك، نعم. يعني ألا ترين بأن هذا التعاطف نوعاً ما مبالغ فيه؟ يعني هناك من تحدث نعم. بأنه سامع صوت. هل تسمعيني هبة؟ أسمعك. نعم، سألتك بأن هل هذا التعاطف مبالغ فيه وخاصة نعم التعاطف، يعني هناك تعاطف كبير. هلا هذا التعاطف هو ليس مبالغ فيه الى الحد، يعني ما بدي اجي احكي هالناس كثير عم بتبالغ او عم تصور هؤلاء كابطال، لا مش هيك فعليا. في ناس عم تنتقد هاي التصرفات، ولكن في ناس اخرى هي فعليا قاعده عم بتحذر من استمرار هذه الظاهره. الظاهره ما عم تنتهي لهذا اليوم، هي مستمره، لانه هذا الشخص هو قاعد عم ينتقد هاي السياسات في هاي الطريقه لا اكثر ولا اقل فعليا. لكن التعاطف ما بشوفه شيء مبالغ فيه، ولا حجم هو حجم تعاطف كبير،
وبالدليل هم ما عم يصوروا هدول الأشخاص عليهم أبطال، لكن فعليا هم مبسوطين إنهم هم مش قادرين يردوا على الحكومة إلا من خلال هؤلاء الأشخاص فعليا بسبب الخوف المزروع جواتهم. طيب هبة، يعني من هم الأشخاص التي تحدثت بأن هناك أشخاص يحذرون من موضوع يمكن التعاطف، من تقصدين؟ هل الأمن العام أم هو يعني جهات أمنية؟ من هم هؤلاء الأشخاص ولماذا يعني برأيك تتحدثين عن موضوع التحذيرات؟ أنا تحدثت عن الأشخاص الذين يحذرون من استمرار ظاهرة السطو وليس ظاهرة التعاطف. ظاهرة السطو فعليا إذا استمرت هذه الظاهرة معنا فعليا إذا المواطن هو يصمت للآن بسبب لقمة الخبز والأمن والأمان، فإذا اختفى هذا الأمن والدليل هو سرقة وسطو على البنوك، فبالتالي هذه الظاهرة استمرت نحن يعني ممكن نتحدث عن جريمة وتحدث فعليا عن وضع خطر ممكن تواجهه الأردن. هبة، يعني أريد فقط أن أوه إلى موضوع بأن تحذيرات الأمن العام حذر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التي انشغلت بالتندر بحوادث السطو في طبعا الذم وفي أحيان أخرى التعاطف ولمساءلة القانونية. هل هذا ما تريد، يعني هل هذا ما تحدثت عنه؟ موضوع يعني أعرف هناك تحدثت عن شق موضوع السطو المسلح، لكن نتحدث الآن عن موضوع التعاطف. هذا يعني أريد أن أركز على هذا الموضوع، موضوع التعاطف. أعرف أن الشعب هو يعني يعاني بالكثير من المشاكل، لكن هناك تحذيرات من الأمن العام بالمساءلة القانونية. هاي التحذيرات هي تعتبر، أنا بشوفها أو بقرأ هاي التحذيرات تيجي ضمن نطاق تقييد حرية التعبير عن الرأي، إنه فعليا رأي المواطن اللي عم بيعبر عن رأيه في حادثته على البنوك بسبب الفقر المتزايد وبسبب الجوع اللي وصلنا له بسبب تبعية الدولة الأردنية الإمبريالية. لكن إذا نيجي نتحدث عن هذا التعاطف ومساءلة الأشخاص الذين يتعاطفون مع السارقين فهي كارثة، وهذا انتهاك لحرية الرأي وحرية التعبير ومساس في هاي الحرية المكفولة ضمن دستور الأردن والمعاهدات الدولية صادقت عليها الدولة الأردنية. فبالتالي مساءلة هؤلاء هم ممكن نحكي المنصة الوحيدة الآن للمواطن الأردني يعبر عن رأيه هي هي الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي التي أيضا كمان تجرم من خلال قانون الجرائم الإلكترونية. طيب، والقوانين المقيدة الأخرى. يعني هبة، أريد أن أسألك، يعني وأنت ذكرتي في أحد يمكن تصريحات بأن السياسات الفاشلة للحكومة هي قضت عمليا على الطبقة الوسطى في البلاد والتي أفضت بدورها إلى الجوع وانتشار الفقر، هذا واحد، وأيضا النظام السياسي والاقتصادي في الأردن برمته فاسد. ألا ترين بأن هذا التعاطف يعني على الأقل يحدث بلبلة للأمن العام، وخاصة بأن هناك من حاول يعني السطو على البنوك بأسلحة؟ يعني هذا شيء ليس بالشيء السهل، هذا شيء خطير، يعني حتى لو كان من باب المزاح ومن باب الفكاهة أو حتى يمكن النكتة. في بداية حديثي ذكرت أن أنا لا أدافع عن عمليات السرقة أو عمليات السطو. صحيح. وأيضا ذكرت أن الشخص الذي أقدم على السرقة أو على السطو أحد من البنوك هو يعلم تماما أنه سيلقى القبض عليه. تمام. بالنسبة لتصريحاتي، نعم، السياسة الاقتصادية تنتهجها الحكومة الأردنية هي اللي أوصلت أردن لهاي المرحلة. يعني لو نيجي نحكي نحن كمقدرات وطنية وثروات تملكها الأردن ممكن يكون أغنى دولة في الشرق الأوسط، ولكن هاي الدولة مطلوب منها أنه ما يكون في عندها اكتفاء ذاتي، وهذا السبب إحنا وصلنا لهنا. ما إحنا ما نكون مستقلين اقتصاديا. طيب هبة، ولو بشكل سريع، عذرا، حتى بسياساتنا فحيجوع المواطن، وهي السياسة تجوع، هاي سياسة إفقار. يعني عذرا ولو بشكل سريع، كان ذكر أحد الصحفيين في الأردن بأنه أيام يمكن في سنوات سابقة كان يسجل كل فترة لعملية إن كان سطو أو عملية سرقة أو يعني أي مشكلة موجودة في البلاد، لكن في الآونة الأخيرة هناك ارتفاع ملحوظ وبات كل يوم يشهد على عملية أو يسجل هذه العملية، لماذا برأيك؟ هل هو موضوع فقط يعني زيادة الضرائب، ارتفاع الأسعار، الغلاء؟ هل هناك أسباب أخرى؟ في هذه الجزئية أو في تصريحات الحكومة أو الأمن نحكي للرأي العام أو للإعلام عشان يوصلها للرأي العام، لا أعتقد الحكومة تتمتع بالشفافية ما بينها وبين الإعلام وما بينها وبين الرأي العام. فممكن يكون في عمليات سطو في السابق ولكن الحكومة الأردنية لم تعلن عنها،
وجاء الإعلان عنها في هاي المرحلة والصراحة مع المواطن في عمليات السطو التي تحدث فقط لتكريس فكرة ونظرية الأمن والأمان وتغطية الكاملة على موضوع رفع الأسعار ورفع الضرائب وتجويع المواطنين. فيعني بما معناه إحنا من سكتك بالأمن والأمان، وأكبر شيء بدك تطلع تحكي تطلع الجرائم اللي عم بتصير. فأنا أعتقد أيضا الحكومة هي متنبهة لما يحصل وتتعامل مع هذا الملف بذكاء جدا عظيم يعني في هاي الجزئية بالذات. نعم، نتمنى فعلا أن تكون هناك يعني موضوع الأمن والأمان وليس على حساب طبعا يمكن البنوك أو حتى المواطن. أشكرك جزيل الشكر هبة أبو طه، صحفية أردنية كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتوقف سريعا مع مجموعة من التغريدات الساخرة للأردنيين تعقيبا على ظاهرة ارتفاع جرائم السطو المسلح على البنوك وهو موضوعنا الرئيسي لليوم. إذن مشاهدينا كانت هذه بعض التعليقات للمواطنين في الأردن على عمليات السطو المسلح التي شهدتها في الآونة الأخيرة على موضوع البنوك، أيضا كيف تم التعامل معها وموضوع يعني موضوع التعاطف مع هؤلاء، لكن يعني هذه موضوع عمليات السطو المسلح هي جديدة على المجتمع الأردني وكيف تمت التعامل معها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما أثار الجدل الواسع. كنا استضفنا الصحفية هبة أبو طه تحدثت عن الموضوع الإعلامي، الآن سنتحدث عن يعني بشكل علمي عن هذا الموضوع، ونرحب مشاهدينا بالدكتور حسين الخزاعي وهو أستاذ علم الاجتماع والجريمة للتعليق أكثر على هذا الموضوع من الناحية العلمية. أهلا بك دكتور حسين، يعني أريد أن أسألك عن هذا الشق، شق موضوع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك تعاطف كبير من قبلهم لمرتكبي هؤلاء هذه الجرائم، برأيك لماذا وخاصة بأنها جديدة على المجتمع الأردني؟ شكرا لك. في البداية يعني احنا بنحلل عملية التعاطف مع مرتكبي هذه الجرائم، واحنا بنعرف انه هذه الجرائم اولا مرفوضة دينا وعقلا ومجتمعا، لانه هي جرائم ضد اموال ابناء المجتمع، والبنوك مؤسسات وطنية، وهذا يسيء الى سمعة الدولة ويسيء الى سمعة الوطن ويؤثر على الاقتصاد الأردني. ولكن التفاعل والتأييد اللي صار على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين لماذا؟ لسبب واحد، هو ردة فعل كانت من المواطنين أولا على الإجراءات الحكومية اللي الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار ولم تراعي الوضع الاقتصادي والدخل المحدود
اللي بيعاني فيه او بيعاني منه ابناء المجتمع الاردني. لما باجي انا بتحدث بقول 430 دينار اردني متوسط راتب الموظف الحكومي، و390 دينار متوسط راتب الموظف اللي بالقطاع الخاص، واكثر من حوالي 80% من المتقاعدين تقاعدهم لا يتجاوز ال 400 دينار. انا اتحدث عن مواطنين تحت خط الفقر وهذا معترف فيه في الأردن. لكن دكتور، فكيف أقوم أنا كحكومة الآن برفع أسعار 164 سلعة أساسية في الأردن؟ فكانت نعم. لهذا السبب أول، خليني أتحدث بدقيقة، تفضل. أول عملية سطو صارت في 22/1 في شهر واحد، والعملية الثانية صارت بعد يومين في 24/1 الآن، وبعديها طبعا بشهر 2 في 8/2 صارت عملية سطو أخرى، وفي 3 عمليات صارت الشهر هذا. أنا أتحدث عن 6 عمليات، امبارح كان في عندنا عملية، واحد لا زال حتى الآن متواري عن الأنظار، وخمسة الآن موجودين أمام القضاء. إذا هذا هو أنا بعتبره كردة فعل أولا تجاه الحكومة، وثانيا ليس للحكومة فقط أخي الكريم، الرأي العام الأردني الآن ومرتدي التواصل الاجتماعي، وأنا أتحدث عن الفيسبوك وأتحدث عن المنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، الواتساب والإنستغرام والتويتر ومعظمها الآن، وهذولا طبعا المشتركين فيها بأعداد رهيبة جدا في الأردن، هؤلاء أرسلوا رسالة إلى مجلس النواب الأردني أيضا. هناك 48 نائب صوتوا ضد الحكومة وضد الإجراءات الحكومية ومع عدم التصويت على قرار الموازنة. طيب دكتور، دكتور طبعا الآن صوتوا مع، أنا كانت هذه ردة فعل للذين صوتوا مع الحكومة بأننا نحن الشعب الآن في خندق ليس في خندقكم أنتم. صحيح، وصلت الفكرة دكتور. أريد أن أسأل على موضوع التعاطف دكتور. بعمليات السطو لو تدعني، لو تدعني أنا أسألك عن الموضوع، يعني موضوع التقبل في المجتمع. نعم. يعني المجتمع تقبل موضوع عمليات السطو ولو كما ذكرنا بأنها إن كانت من باب النكات أو حتى من باب الفكاهة، لكن على الأقل المجتمع تقبل فكرة السطو والتعاطف مع هؤلاء. ألا يعد هذا مؤشر خطير، وخاصة بأنه يعني لم يؤشر إلى موضوع الخوف والرعب من عمليات السطو المسلح؟ نتحدث عن سطو مسلح. أخي الكريم، يعني عملية التعاطف أولا أنا بربطها مع من الناحية الاقتصادية للشعب الأردني وللمواطنين الأردنيين، بالرغم أنه التعاطف خاطئ، ولكن الآن الروح، أنا نتحدث عن الروح المجتمعية الآن، الروح التي تربط أبناء المجتمع الأردني بأنها ضد كل الإجراءات الحكومية التي اتخذتها فيما يتعلق بالأسعار، لهذا السبب تعاطف. والقضية الثانية المهمة إنه اللي قاموا بتنفيذ عمليات السطو الخمسة، في واحد لا زال حتى الآن هارب مش موجود أو ما تم القبض عليه، الخمسة يعني أبدوا وجهات نظر إنسانية، يعني كل واحد تحدث عن وجهة نظر إنسانية باستثناء واحد كان من عائلة ميسورة فقط، هذا لم يتعاطف معها، بالعكس هذا تندر الشعب ويعني نحو هذا الموضوع. ولكن أنا أتحدث الآن عن الباقين، الباقين الآن يعني تحدثوا عن قصص إنسانية في التحقيق، وتم نشر بعض القصص منها، يعني على سبيل المثال اللي عمره 59 سنة وحكى أنه مصاب بالسرطان وعليه ديون، والأولاني كمان أن أول واحد قام بعملية سطو شاب صغير عمره 23 سنة عاطل عن العمل، والثاني طيب. يعني هذه القصص الإنسانية يعاني منها معظم أبناء المجتمع الأردني. صحيح صحيح. فلهذا السبب تعاطف معها اجتماعيا وتعاطف معها نفسيا، وبالرغم أنا بقول لك أنه الآن يعني هذه المنصات أعطت حرية التعبير. صحيح، لكن دكتور أريد أن أسأل عن موضوع آخر، يعني موضوع قامت بعملية. نعم دكتور، لو ممكن أن نسمي يعني لو نسمي ممكن يعني لو نسميها، هناك من قال بأن يعني العديد من الأردنيين أبدى شماتة من موضوع السطو، وهي يعني شماتة بحق الحكومة جراء ظاهرة السرقات، وأيضا ما انعكس عليها من خلال كما ذكرت أنت موضوع الغلاء، موضوع الضرائب، يعني مواضيع كثيرة من مسؤولية فقر، فساد، مشاكل كثيرة. لكن
ألا يؤثر هذا بشكل أو بآخر على عمل الحكومة، على عمل الأمن، على عمل الثقة غير الموجودة بين المواطن وبين الحكومة؟ أخي الكريم، بالتأكيد أنا بحكي لك إياها، بالتأكيد هذا سيؤثر. أولا من ناحية الحكومة خليني أحكي لك إياها وبكل أمانة، الثقة مفقودة ما بين الشارع الأردني وما بين الحكومة، لا يوجد ثقة. والدليل على ذلك أن الحكومات كلها، ليست هذه الحكومة، كل الحكومات دائما في عند الأزمات الاقتصادية لا يوجد عندها حل إلا جيب المواطن وفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار. فإذا والتصريحات خليني أسميها المضطربة وتصريحات غير شفافة وغير واضحة. يعني مثال أحكي لك، عندما رفعوا الأسعار قالوا بدنا 520 مليون دينار وما بدنا نتداين. تفاجأنا بعد شهر وإذا بوزير المالية بيقول إحنا بدنا نتداين 720 مليون دينار. ما في شفافية. لهذا السبب في فقدان ثقة أخي الكريم ما بين الحكومة وإجراءاتها وما بين الشارع. المجتمع الأردني بالمفتوح بقول لك إياها لا يثق بأي إجراء حكومي، لأنه ضاق الويل، وتاريخيا المديونية وصلت بسبب الإجراءات الحكومية، ولا يوجد فيها فريق اقتصادي، يوجد فيها فريق مالي لجلب المال. هاي واحدة. اثنين، القضية الثانية التعاطف اللي صار أيضا، إنه من الحكومة شعر المواطن الأردني بأن هناك حاجات ما التفتت إلى الحكومة. البطالة أخي الكريم الآن معدل البطالة 18.3، ثلاث أضعاف المعدل العالمي. أنت الآن عندك بطالة بين خريجين الجامعات اللي حاملين درجات عليا ودرجات بكالوريوس، صار لهم سنتين بلا شغل، ما علقت لهم حل. نعم دكتور. ولا الحكومة صرحت بأن سوف تواجه جيوش الفقر. نعم صحيح دكتور حسين. نعم يعني عذرا على المقاطعة. نعم عذرا على المقاطعة دكتور، لكن لم يتبقى لدي من الوقت سوى أن أشكرك الدكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع والجريمة، كنت معنا من عمان. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وأيضا على الصراحة في هذه الموضوع. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع من بعده أهم المحطات في أسبوع الرئيس الأمريكي المثير للجدل. ونذهب إلى القاهرة ومعرض للفنان التشكيلي المصري مصطفى رحمة بعنوان جمهور الست، ونتوجه إلى الخليل لنتابع تبعات مصادرة قوات الاحتلال لخيام مدارس في شباك فلسطين. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، عودة إلى فقرات شبابيك، لكن بعد موجز لأهم الأخبار مع الزميلة نادين مراد. مساء النور نادين. مساء النور أحمد، وأهلا بكم مشاهدينا. نفذت القوة الجوية العراقية اليوم ضربات جوية مميتة ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضي السورية. قتل 25 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في هجوم مفاجئ شنه تنظيم الدولة الإسلامية على أطراف مدينة الميادين بعد 6 أشهر من طرده منها. ويعد هذا الهجوم الأكبر للتنظيم منذ طرده من المدينة. وقد تمكنت قوات النظام وحلفاؤها في 21 أكتوبر الماضي من طرد عناصر التنظيم بالكامل من المدينة الواقعة جنوب شرق دير الزور ومن مناطق أخرى مجاورة. نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن المئات من مقاتلي المعارضة السورية في بلدة الضمير الواقعة في شمال شرق دمشق سلموا أسلحتهم وبدأوا في مغادرة البلدة بموجب اتفاق إجلاء. وبموجب الاتفاق سيسمح لمقاتلي المعارضة الانتقال مع عائلاتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال البلاد.
شارك الآلاف من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في مسيرة ضخمة في قرية عتليت المهدمة جنوب مدينة حيفا، والتي أقيمت مكانها بلدة يهودية للمطالبة بحق العودة تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى 70 لقيامها. وفي كل عام يحيي الفلسطينيون داخل إسرائيل ذكرى النكبة بمسيرة مركزية في أحدى القرى المهجرة تأكيدا على حق العودة. وسارت عائلات بأكملها مع الأطفال، وردد المشاركون شعارات كفلسطين العربية عاصمتها القدس الأبية وهتافات تدعم غزة. اعتقل عشرات المتظاهرين في يريفان عاصمة أرمينيا، حيث استمرت لليوم السابع على التوالي الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق سيرج ساركيسيان الذي أصبح رئيسا للوزراء مع صلاحيات معززة. وحاول مئات المتظاهرين إغلاق مدخل مقر الحكومة في وسط المدينة. وتسبب هذا التحرك بتدخل قوات شرطة مكافحة الشغب التي أوقفت عشرات الأشخاص. ويحتج المحتجون على سياسات ساركيسيان الذي أنهى ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة وتمكن من العودة إلى الحكم بعد أن انتخبه البرلمان رئيسا للوزراء، يحتجون بسبب تغيير دستوري مثير للجدل أجراه ويسمح له بالبقاء في الحكم مدى الحياة. تنحى الرئيس الكوبي راول كاسترو بعد 10 سنوات له في الحكم لنائبه الأول ميغيل دياز كانيل. وانتخب البرلمان الكوبي دياز كأول زعيم للبلاد من خارج عائلة كاسترو منذ ثورة عام 1959. ويعد دياز كانيل رهانا آمنا لوراثة عباءة كاسترو الفكرية والزعماء المسنين الآخرين الذين ساعدوا فيدل كاسترو على الإطاحة بالديكتاتور المدعوم من الولايات المتحدة باتيستا. افتتحت الملكة إليزابيث الثانية قمة الكومنولث التي تضم 53 دولة. كما أبدت الملكة في الاحتفال الذي أقيم في قصر باكنغهام رغبتها في أن يواصل الأمير تشارلز العمل في قيادة الكومنولث. يذكر أن منظمة دول الكومنولث ولدت من الإمبراطورية البريطانية السابقة، وعادة ما تركز اجتماعاتها التي تنعقد مرة كل عامين على التنمية والديمقراطية، إلا أنها تناقش هذه المرة مسائل تعزيز الأمن الإلكتروني والعلاقات التجارية في وقت تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله إن خسائر قطاع النفط في ليبيا بسبب التهريب والسرقة بلغت 750 مليون دولار سنويا. وأمام انخفاض سعر الوقود في ليبيا الذي يعتبر من بين الأدنى في العالم، تعتبر مشكلة تهريب المحروقات وخصوصا إلى تونس المجاورة غربا وإيطاليا ومالطا شمالا تعتبر نشاطا يدر أموالا كثيرة. شكرا للمتابعة، ونعود الآن إلى أحمد. الآن مشاهدينا ككل خميس نذهب في جولة مع أهم المحطات والملفات التي ضمها أسبوع الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب. وتنضم إلينا من واشنطن مراسلة التلفزيون العربي هناك ريما أبو حمدية. أهلا بك ريما مسنور. يعني أسبوع يمكن حافل في الأحداث، وأيضا دائما هناك جديد خاصة في البيت الأبيض، ويعني يمكن تويت، يمكن نسميها تويترات دونالد ترامب. بالفعل يعلن هذا الرئيس الحرب على تويتر ويعلن السلام أيضا على تويتر. أسبوع بالفعل حافل للرئيس الأمريكي سياسيا وعلى الصعيد أيضا صعيد الفضائح إذا شئت تسميته كذلك. سياسيا الرئيس الأمريكي أعلن ضربة جوية محدودة على سوريا على خلفية الكيماوي. إذن هذا الأسبوع
الماضي للرئيس الأمريكي بدأ بمحاولة للحد من استخدام الكيماوي حول العالم كما قال الرئيس الأمريكي، وأكد أن هذه الضربة ناجحة بعكس ما انتقده كثيرون لجهة التوقيت، لجهة المستهدف من هذه الضربة وما إلى ذلك. ولكن الرئيس الأمريكي ينهي هذا الأسبوع بمحاولة لتحقيق سلام مع شبه الجزيرة الكورية أو في شبه الجزيرة الكورية، عندما يعلن أنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية في القريب العاجل، ربما خلال شهر من الآن. يتم الآن التباحث حول المقر الذي سيلتقي به الطرفان، بل أعلن أيضا عبر تويتر أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية زار كوريا الشمالية والتقى مع كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية. إذن على هذا الصعيد الكثير يمكن أن نتوقعه في الأسابيع المقبلة بناء على ما حصل هذا الأسبوع. بالطبع لا يخلو أي أسبوع للرئيس الأمريكي من المزيد من ما يتعلق بفضيحة ستورمي دانييلز، دفع مبالغ لستورمي دانييلز الممثلة الإباحية، لقاء صمتها عن علاقة أقامتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تقول أو كما تدعي. هذا الأسبوع شهد ظهور علني لستورمي دانييلز أمام المحكمة، دخلت إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة استماع بخصوص الوثائق التي تم مصادرتها من مكتب ومنزل وغرفة فندق المحامي الخاص لترامب. يمكن أن نقول أن هذا الظهور أثار الكثير من الجلبة، حاز على الكثير من الاهتمام الإعلامي. تسرق ستورمي دانييلز بعض الاهتمام الإعلامي عن هذا الرئيس الأمريكي الكثير في أسبوع ترامب كما عودنا هذا الرئيس، ولا يمكن إلا أن يكون أسبوع كما هو العادة مثير للجدل والكثير من القضايا على الساحتين الدولية والداخلية في الولايات المتحدة. كنت أعددت تقرير عن أبرز ما جرى خلال أسبوع ترامب هذا لنشاهد. أسبوع فريد لترامب يبدأ بحرب وينتهي بمحاولة لتحقيق سلام. إنه يوم الجمعة، لا يفكر المتابعون إلا بتغريدات ترامب المتضاربة بشأن ضربة توجه لسوريا على خلفية الكيماوي يخالف التوقعات. مساء وبعد انتظار نحو أسبوع يعلن ضربات محدودة. أمرت قبل قليل القوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف مرتبطة بقدرات الدكتاتور السوري بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيميائية. لا يأبه بالانتقادات لجهة توقيت الضربة وحجمها، يؤكد في تغريدة أنها كانت ناجحة. لا يأبه المنتقدون، تفتقد الضربة وكذا واشنطن لاستراتيجية في سوريا. وحتى الآن لا أحد يعرف مصير القوات الأمريكية في سوريا. يريد ترامب سحب قوات. يقول ماكرون أقنع ترامب ببقائهم. تغير التواجد الأمريكي في سوريا يعني تغير الاستراتيجية. لا أحد يريد الحديث عن ذلك، ولا حتى ترامب. وهل تستبدل القوات الغربية بأخرى عربية؟ لا مجال للتكهنات هنا. عدم المعرفة هذا يترك بصمته على أداء ترامب لدى الشارع الأمريكي. 35% فقط من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة تذهب في الاتجاه الصحيح، يعارضهم في ذلك 57% في آخر استطلاع رأي. يزيد من الحيرة الأخبار المتلاحقة على ساحته الداخلية ككرة ثلج متدحرجة. يعود مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال جيمس كومي إلى الواجهة، يأخذ الاهتمام الإعلامي من سوريا إلى كتابه ولاء أعلى. يسمي الكتاب كذاب، يصفه ترامب. ثم يبدأ الرئيس حملة هجوم تويترية متواصلة مع كل مقابلة يجريها كومي أو كل تصريح يدليه عن الكتاب. لن يهدأ هذا الصخب في وقت قريب، ولن يهدأ صخب آخر. يدخل محامي ترامب الخاص مايكل كوهن إلى قاعة المحكمة هنا. تحضر الجلسة المغلقة الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز. كان فريق ترامب يريد منع عناصر الـ FBI من الاطلاع على الوثائق التي صادروها من مكتبي ومنزلي وغرفة فندق كوهن. رفضت المحكمة. يثير ظهور دانييلز الجلبة. تستحوذ على إعلام ربما الآن
أكثر من الرئيس. ما الذي يمكن أن يكون في هذه الوثائق التي يستمر الجدل بشأنها؟ يبدو أنها أكبر من دانييلز والأموال التي دفعت لها. يخرج ترامب عن صمته فيما يتعلق بدانييلز بعد يوم من نشرها رسما تقريبيا لرجل تقول إنه هددها وحذرها قبل أعوام من الحديث عن علاقتها بالرئيس. رد ترامب في تغريدة: رسم تقريبي بعد سنوات لرجل ليس له وجود. واتهم دانييلز بأن ما تقوم به هو احتيال بخداعها لوسائل الإعلام. لن تنتهي هذه القصة في القريب العاجل. يعيد ترامب إلى الواجهة الحرب المالية مع الصين وروسيا في تغريدة يتهم كليهما بالتلاعب بالعملة. لا يمكن التكهن بما أراد ترامب تحقيقه من التغريدة، لكنه يذكر بترامب المرشح. كل دولة كان لنا معها تعاملات تجارية تنظر إلينا على أننا شعب غبي. نحن الحصالة التي بحوزتهم، يأخذون أعمالنا وأموالنا، لا يحترموننا. وكما بدأ ترامب أسبوعه بقنبلة، أنهاه بقنبلة من نوع آخر. يقر ترامب أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA التقى زعيم كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. نعم، وقع الخبر كقنبلة على واشنطن. جاء دونالد ترامب إذن في لقاء كيم جونغ أون وخمس أماكن مختلفة موضع بحث لتكون مكان اللقاء. لا تهم الجغرافيا بقدر ما يهم التوقيت وما سيدور في اللقاء. وهل سيكون بداية لعهد سلام جديد مع كوريا الشمالية أم خلافا متجددا يعيد الكرة إلى المربع الأول؟ ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن. أما الآن مشاهدينا لشباك الفنون الذي نفتحه من القاهرة ومعرض للفنان التشكيلي مصطفى رحمة بعنوان جمهور الست، فقد جسد رحمة من خلاله وأيضا بريشته أثر أم كلثوم في قلوب عشاقها في مصر وخارجها علامة مميزة. مصطفى رحمة وهو واحد من أبرز الفنانين التشكيليين العرب على الساحة الفنية، تمتلئ أعماله بمشاعر الحنين للبهجة، ذلك بالإضافة لمسيرة طويلة من رسوم الأطفال في مجلة ماجد الشهيرة وعلى مدى سنوات طويلة، وأيضا رسوم الكاريكاتير في عدد من الصحف العربية. نتابع. المعرض المرة دي أطلقت عليه جمهور أم كلثوم. جمهور أم كلثوم هو نفسه، هم نفسهم هوانم زمان. لو بصينا على اللوحات تقريبا كلها برضو بتتصدر اللوحات نساء زمان بأشكالهن المعروفة. أم كلثوم مما لا شك فيه كان لها أثر ثقافي قوي جدا على الحياة المصرية في التوقيت ده وفي الزمن ده، منذ أن ظهرت كمطربة في بداية العشرينيات إلى أن توفت في العام 75. المعروض حاليا في المعرض هنا حوالي 40 لوحة تقريبا، يعني بياخدوا مني يعني تقريبا سنتين، ممكن سنة ونص. وبتقاس المسألة مش بالعدد اللوحات، ولكن هناك لوحة مما لا شك فيه ممكن تاخد مني شهرين، في لوحة ممكن تاخد يومين، يعني حسب الحالة المزاجية والنفسية، مش بس لي أنا كمان. أحيانا اللوحة تصنع نفسها، بمعنى ان انا مجرد ما احط الكانفاس الاقي بعد شويه صغيرين لوحه انتهت ازاي، خلصت ازاي، ما اعرفش. الخامه بشتغل عليها بحبها قوي الاكريليك بشتغل عليه بقالي فتره طويله، لقيت نفسي فيه. يعني هو كل فنان مؤكد بيحب الخامه اللي بيشتغل بيها. هذا المعرض هو بينقلنا لفكرة المجاميع وفكرة الحدوتة وفكرة الملحمية وفكرة حكاية المرأة مع
الشيء اللي هي بتتمناه أو اللي هي بتحبه أو بتفضله. وينضم إلينا مشاهدينا من القاهرة صاحب العمل الفنان التشكيلي مصطفى رحمة. أهلا بك سيد مصطفى، نرحب بك في شبابيك والتلفزيون العربي. أهلا وسهلا. أريد أن أسألك في البداية لو ممكن أن تحدثنا أكثر عن موضوع جمهور الست، يعني ما قصة جمهور الست؟ جمهور الست هو حالة اجتماعية وثقافية كانت موجودة تقريبا من حوالي هنقول 60 سنة، مش هنرجع ورا قوي لتاريخ أم كلثوم الفعلي يعني اللي بدأت فيه في بداية العشرينيات، ولكن هنقول الحقبة اللي هي اللي كان فيها يعني أم كلثوم كانت ملء السمع والأبصار في العالم العربي كله من خلال حفلاتها اللي كانت بتقامها من الخميس من كل أول شهر غالبا في الموسم الشتاء. أم كلثوم مما لا شك فيه تأثيرها كبير على مش هقول بس على المصريين ولكن على العالم العربي كله. صحيح. يعني هي من الفنانات التي جعلنا العالم العربي يجتمع على كلمة سواء زي ما يقولوا يعني. تفضل حضرتك. طيب يعني أريد لكل عمل هناك هدف أو رسالة، يعني أنت هذا العمل وهو يمكن مؤلف من 40 لوحة، ما الذي أردت يعني ما الذي أردت أن توصله للزوار وللمشاهدين وللحضور؟ هو قد يكون المعرض المرة دي بيمثل حالة خاصة به هو، ولكن في هناك خطرة فيها بيربط بين أغلب المعارض اللي أنا عرضت فيها لوحات. أنا ده المعرض الخامس ليا في كفنان تشكيلي. المعرض الأول كان عنوانه هوانم زمان، لو تاخد بالك، أو هو طبعا له دلالة لابد كلنا إن احنا نلتفت إليها. هوانم زمان هم جمهور طيب الست هم فضل عذرا، يعني بما أنك تحدثت عن هوانم زمان كنت أريد أن أسألك، يمكن لديك أنت الكثير من الأعمال وأيضا المعارض لكن كلها تركز على موضوع المرأة، لماذا موضوع المرأة تشغل أعمال مصطفى رحمة؟ والله المرأة بما شكل فيه هي لها مساحة كبيرة قوي في حياتنا كبشر، يعني ما هي الأم وهي الزوجة وهي يعني شريكة حياتنا، يعني هي ورجل صنوان في صنع التاريخ والحضارة وكل شيء، يعني ما نقدرش إن احنا نبخس حقها. المرأة بما شكل فيه هي عمود مهم جدا في داخل البيت، داخل المجتمع، داخل الأسرة، لأن هي ربيت أجيال، يعني ما كل جيل بينتمي أو يعني كلنا بننتمي لأم في يوم من الأيام هي اللي صارت مننا رجال فيما بعد. طيب سيد مصطفى، لك تاريخ طويل يمكن حتى في المجلة الشهيرة مجلة ماجد وأيضا في الكاريكاتيرات، موضوع في الصحف يعني الكبيرة من الوطن العربي، أريد أن أسألك إلى أي مدى يمكن استفدت من كل هذه التجارب، وأيضا يعني ما هو الأقرب إلى قلب مصطفى رحمة في كل هذه الأعمال الفنية؟ والله أنا بحب الفن بشكل عام، يعني مش هتفرق معي أرسم في لوحة تشكيلية أو أرسم أيام كنت برسم ستريبس أو برسم كاريكاتير أو برسم كتب الموجهة للأطفال. أنا يعني مما شك فيه أن صحافة الطفل أخذت مني وقت طويل جدا، أفادتني كثيرا جدا، هي اللي يعني تقول مكنتني من أني أصنع لوحات فيما بعد، لأنه يعني أنا بعتبر الرسم الأطفال هو أصعب الفنون قاتبة، يعني أنت صعب قوي أنك أنت تجد فنان يفضل يرسم للأطفال ثلاث عقود مثلا، يعني فهي مسألة مش سهلة أبدا. نعم. والأطفال على فكرة إنك أنت تصل ليهم دي مسألة مش سهلة برضو، يعني طبعا ممكن تعمل فن تشكيلي قد يعجب البعض أو قد لا يعجب البعض، ولكن الأطفال في سن معينة يا إما القبول التام يا إما الرفض التام، يعني بعد سنة اثنين خمس سنين لو فشلت أو ما لقيتش استجابة من الأطفال عليك أن تغير مهنتك تماما وتروح لمهنة تانية تشتغل فيها، لأن الولاد
انت عارف ما بيعرفوش يجاملوا. صحيح يعني صحيح. هو شايف حاجه يعني انا اقول لك قد لا اخفى عليك واقول لك سر، هناك مش هذكر اسماء، هناك فنانين كبار اشتركوا معانا في الرسم في مجله ماجد ولكنهم فشلوا تماما، يمكن في السنوات الاولى اللي اشتغلوا فيها في المجله، فهي افادتني مما لا شك فيه. انا مش ما كنتش مخطط برضو ان انا ارسم كاريكاتير سياسي، ولكن لحاجة جريدة الاتحاد وقتها يعني هي ما كنت موجود في الوزارة، كانت في حاجة مسة إلى رسام كاريكاتير سياسي عندما صنعوا. طيب سيد أربعة. تفضل. نعم سيد مصطفى، عذرا اريد ولو يعني استغل اكثر يعني وقت معك، اريد ان اسالك اولا هل هناك اعمال قادمه وهل ستكون المراه ايضا هي محور هذه الاعمال، وايضا الشق الثاني ولو بشكل سريع يعني معي دقيقه واحده، ما هو يمكن اكثر مقابل يحصل عليه الفنان؟ هل هو الرضا الجماهير؟ هل ردود الفعل؟ مؤكد يعني بص اقول لك على حاجه، في ناس يعني انا من خلال خبراتي القليله جدا في هذا المضمار يعني كنت متصور ان نجاح المعرض يعني المقابل المادي المفترض يعني هو المفروض يكون موجود، اكيد الفنان مما لا شك فيه بيكلف الوان وبيكلف لوحات وبيكلف يعني، فالعائد المادي مهم جدا، لكن انا شخصيا انا بكلمك عن نفسي، ودي قالوها لي رسامين كبار هنا، قالوا انه نجاح المعرض ليس في العائد المادي ولكن في تلقي الجمهور لي بحفاوه يعني، ونتمنى فعلا يعني نتمنى ان يكون المردود المادي ايضا كبير جدا. اشكرك جزيل الشكر وعذرا لضيق الوقت الفنان التشكيلي مصطفى رحمه، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ما زلنا مع الفنون، نذهب الى الضفه الغربيه وفعاليه جمعت شباب عبر فيسبوك من المهتمين بالعماره والتخطيط العمراني، ما شجعهم على تحويل تخطيط المدن الى نوع من الفن من خلال مجسمات تمثل الاحياء والمناطق بشكل مميز، نتابع. من الجميل ان يحب الانسان عمله، فكيف اذا كان هذا العمل هو الهوايه في الوقت نفسه؟ ميس قصراوي المهندسه المعماريه الفلسطينيه نجحت بربط شغفها بالرسم مع هندسه المباني في ان واحد، لتقود جولات تتعلق برسم مخططات مدن الضفة الغربية. الأيربان سكتشينج احنا بنسميه او رسم المشاهد الحضرية مع التجوال بتعزز اكثر من شغلة عند الشخص، اول شيء بتدربه على الرسم بزيد قدراته بالرسم وبيستفيد من اساليب الناس اللي بيشوفها، كمان بيكون علاقات جديدة لانه بيطلع مع ناس اول مرة بيشوفهم اول مرة بيعرفهم. ميس تحاول اخراج فن الرسم المعماري من عباءة الهندسة وتحويله الى فن جميل يمارسه كل من يهوى الرسم دون التقيد بدراسة الاختصاص. الفئة المستهدفة مثل ما أنا حاطة بوصف الإيفنت على الفيسبوك هم كل محبين الفن. بدي أوصل أنا فكرة مهمة إنه الفن أو الرسم سكتشينج هو لجميع الناس، مش شرط تكون خريج فن أو معماري لحتى تمارس هاي الهواية، ممكن تكون صيدلي، محاسب، مدرس. الخطوة هذه لاقت استحساناً لدى الكثيرين من محبي الفن، لا سيما أنها تعزز ارتباط الإنسان بمدينته من خلال النظر إليها من زاوية جديدة، إلى جانب تعزيز مهاراتهم في فن الرسم. فممكن نكتسب يعني مهارات من خلال هاي الورشات ومن خلال الخبرات اللي عند ميس، كمان شطور اسم الله، إيده كتير كويسة في الرسم وبطريقة سريعة شوي، دائماً الوقت اللي بيلعب دور معنا في الإظهار وبيلعب معنا دور كمان الشكل. فيعني بدك تحاول تجمع باقل وقت اقل بشكل اجمل او انتاج جيد. وبالاضافه الى الجانب الابداعي والفني، تعمل ميس على مشروع لتوثيق المباني القديمه من خلال رسم مخططاتها، مما في ذلك مباني نابلس القديمه المهدده بالهدم او الهجر، وذلك لحفظ تراث المدينه المعماري. هنا فاصل قصير ونتابع من بعده. في شباك فلسطين نذهب إلى الخليل وكفاح الفلسطينيين من أجل حق التعليم. وفي شباك الدنيا نزور صالة ألعاب رياضية تستخدم التدريبات في توليد الكهرباء.
وفي شباك أخضر نتعرف على التغييرات البيئية التي تهدد النحل البري. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، عودة إلى فقرات شبابيك، لكن بعد موجز لهم وآخر الأخبار مع الزميلة نادين مراد. مساء النور نادين. مساء النور أحمد، ومساء النور مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نفذت القوة الجوية العراقية اليوم ضربات جوية وصفتها بالمميتة ضد مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضي السورية. قتل 25 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في هجوم مفاجئ شنه تنظيم الدولة الإسلامية على أطراف مدينة الميادين، ويعد هذا الهجوم الأكبر للتنظيم منذ طرده من المدينة قبل 6 أشهر. وقد تمكنت قوة النظام وحلفاؤها في 21 أكتوبر الماضي من طرد عناصر التنظيم بالكامل من المدينة الواقعة جنوب شرق دير الزور ومن مناطق أخرى مجاورة. نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن المئات من مقاتلي المعارضة السورية في بلدة لدمير الواقعة في شمال شرق دمشق سلموا أسلحتهم وبدأوا في مغادرة البلدة بموجب اتفاق الإجلاء. وبموجب هذا الاتفاق سيسمح لمقاتلي المعارضة الانتقال مع عائلاتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال البلاد. شارك الآلاف من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في مسيرة ضخمة في قرية عتليت المهدمة جنوب مدينة حيفا، والتي أقيمت مكانها بلدة يهودية، وذلك للمطالبة بحق العودة تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى 70 لقيامها. وفي كل عام يحيي الفلسطينيون داخل إسرائيل ذكرى النكبة بمسيرة مركزية في إحدى القرى المهجرة تأكيدا على حق العودة. وسارت عائلات بأكملها مع الأطفال، وردد المشاركون شعارات كفلسطين العربية عاصمتها القدس الأبية وهتافات تدعم غزة. سحب البرلمان التركي عضوية نائبين من حزب المعارضة الرئيسي المؤيد للأكراد حزب الشعوب الديمقراطي، وهما عثمان بدمير وسلمى أرماك، على خلفية إدانتهما مؤخرا في قضايا جنائية. وذلك غدا أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان قرار إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في حزيران يونيو المقبل. ويقبع حاليا 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي إضافة إلى زعيمين سابقين للحزب يقبعون في السجن، بينما تم سحب عضوية 11 نائبا من الحزب حتى الآن. اعتقل عشرات المتظاهرين في يريفان عاصمة أرمينيا، حيث استمرت لليوم السابع على التوالي الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق سيرج ساركيسيان الذي يشغل منصب رئيس الوزراء مع صلاحيات معززة. وحاول مئات المتظاهرين إغلاق مدخل مقر الحكومة في وسط المدينة، وتسبب هذا التحرك بتدخل قوات شرطة مكافحة الشغب التي أوقفت عشرات الأشخاص. ويحتج المتظاهرون على سياسة ساركيسيان الذي أنهى ولايته الرئاسية 2 والأخيرة وتمكن من العودة إلى الحكم بعد أن انتخبه البرلمان رئيسا للوزراء، يحتجون بسبب تغيير دستوري مثير للجدل أجراه ويسمح له بالبقاء في الحكم مدى الحياة.
تنحى رئيس الكوبي راول كاسترو بعد 10 سنوات له في الحكم لنائبه الأول ميغيل دياز كانيل، وانتخب البرلمان الكوبي دياز كأول زعيم للبلاد من خارج عائلة كاسترو منذ ثورة عام 1959. ويعد دياز كانيل رهانا آمنا لوراثة عباءة كاسترو الفكرية والزعماء المسنين الآخرين الذين ساعدوا فيديل كاسترو على الإطاحة بالدكتاتور المدعوم من الولايات المتحدة باتيستا. افتتحت الملكة إليزابيث الثانية قمة الكومنولث التي تضم 53 دولة. كما أبدت الملكة في الاحتفال الذي أقيم في قصر باكنغهام رغبتها في أن يواصل الأمير تشارلز العمل في قيادة الكومنولث. ويذكر أن منظمة دول الكومنولث ولدت من الإمبراطورية البريطانية السابقة، وعادة ما تركز اجتماعاتها التي تنعقد مرة كل عامين على التنمية والديمقراطية، إلا أنها تناقش هذه المرة مسائل تعزيز الأمن الإلكتروني والعلاقات التجارية في وقت تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. أعلنت مجموعة مطارات باريس أيروبور دو باري أنها رفعت حصصها في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن إلى 51% بما تقارب قيمته 265 مليون دولار. وكانت الحصة السابقة لمجموعة مطارات باريس استقرت على نسبة 9.5% منذ عام 2007. ويشكل مطار الملكة علياء محورا لرحلات الخطوط الجوية الملكية الأردنية وبوابة لأهم المعالم في المملكة بما في ذلك البتراء والبحر الميت ووادي رم وفقا للشركة. وبهذا ننهي الموجز ونعود إلى أحمد. مشاهدينا، استكمالا لموضوع نقاشنا الرئيسي اليوم، طرحنا على متابعي التلفزيون العربي على موقع فيسبوك سؤال: ما السبب وراء ارتفاع عدد سرقات البنوك في الاردن، وخاصه ما شهده الاردن في الاونه الماضيه من عمليات سطو مسلح على البنوك؟ طبعا ردود الافعال كانت كثيره واخترنا منها على الشكل الاتي. نادر جبريل قالت وعزت السبب الى الفقر والغلاء الذي نعيش فيه. أبو عبد الملك رياض قال بأنه مسلسل أردني فاشل. وكانت هناك طبعا بعض ردود الفعل قالت بأن يعني مثل هذه العمليات، عمليات السطو المسلح، ما هي إلا مفبركة. طبعا كما تشاهدون معنا مشاهدينا، هناك حسام يقول لما طبعا لما يزيد الهناء الذي نعيش فيه. طبعا كانت هذه آخر رد فعل من على مواقع التواصل الاجتماعي حول السؤال الذي طرحناه اليوم طبعا، وموضوعنا الرئيسي حول التعاطف مع منفذي عمليات السطو المسلح في الأردن. مشاهدينا طبعا شاركونا آراءكم كل يوم عبر منصاتنا، منصات التلفزيون العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكونوا دائما جزءا من مناقشتنا. الآن مشاهدينا لشباك الثقافة، والذي نخصصه اليوم للاحتفاء بخبر سعيد، وهو افتتاح دار نشر كتارة، وهي دار نشر متخصصة في طباعة الكتب ذات المحتوى الثقافي، وينتظر أن تطبع الروايات الفائزة بجائزة كتارة للرواية العربية، وأن تقدم مساهمة في النشر الثقافي، وتقدم أيضا مساهمة. وتعد هذه الخطوة استكمالا لدور كتارة الرائد في دعم الوسط الثقافي والفني في العالم العربي. مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الحي الثقافي في الدوحة مراسل التلفزيون العربي سلمان النجار من هناك. أهلا بك سلمان. يعني في البداية هو خبر سعيد، أريد أن أسألك عن طبعا الاحتفال، ونشاهد وراءك هناك تجمع كبير، ويبدأ أن الاحتفال بدأ، ويعني هناك
وجود كبير في هذا الاحتفال، لو تحدثنا أكثر سلمان. نعم أحمد، بالفعل نحن الآن في الحي الثقافي كتارة، في إحدى ردهات الحي الثقافي، حيث جرى قبل قليل إطلاق دار كتارة للنشر أو حتى الاحتفالية الممهدة لهذا الإطلاق. دار كتارة للنشر هي مشروع تم العمل عليه خلال الفترة الماضية لتكون دار طباعة ولتسهم في نشر الثقافة والمعرفة والمحتوى المعرفي والثقافي في الحي الثقافي كتارة، سواء للأدباء والفنانين وأصحاب المؤلفات داخل قطر وخارج قطر، ولتقدم للقارئ العربي في معارض الكتاب العربية محتوى يخص دار كتارة للنشر. قبل قليل تم تكريم الدبلوماسي والأديب والشاعر القطري المعروف حسن، الدكتور حسن النعمة، تم تكريمه وتسليمه درع تكريمي بهذه المناسبة. والآن سوف يتم تدشين دار كتارة للنشر بحضور عدد كبير من الأدباء والفنانين القطريين والعرب المقيمين هنا في الدوحة وعدد من المؤلفين، وينتظر أن تكون لهذه الدار أن يكون لهذه الدار مستقبل كبير وأن تستطيع جذب عدد من المثقفين العرب والمؤلفين العرب والقطريين بالتأكيد. لمزيد من المعلومات ينضم إلي هنا السيد خالد السيد ليحدثني، وهو مسؤول العلاقات العامة في الحي الثقافي، ليحدثني عن هذه الاحتفالية. ماذا تعني لكم اليوم دار كتارة للنشر؟ أهلا ومرحبا فيكم. طبعا مشروع دار كتارة للنشر مشروع ضخم وكبير، بدينا فيها من مدة، والهدف الرئيسي هو المساهمة في صناعة النشر، في المساهمة في دعم صناعة الطباعة والنشر في دولة قطر. فدار كتارة والنشر أو المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة تقوم بالإصدار وطباعة ونشر أكثر من 100 كتاب سنويا، فكان الهدف الرئيسي أن يكون هناك دار تضم هذه المطبوعات وهذه الكتب تحت سقف واحد، فكان الهدف الرئيسي المساهمة في عملية التأليف والنشر. والحمد لله أيضا كانت هناك مبادرة، وهذه المبادرة سوف تكون كل عام إن شاء الله، أن يعطى درع للأديب، وكان تكريم اليوم للدكتور حسن النعمة تكريم له ولمساهمته الكبيرة، والحمد لله. والآن سوف يتم تدشين دار كتارة للنشر. دعنا نسأل، ما الذي تقدمه دار كتارة للنشر عن غيرها من دور النشر؟ ما الذي يميزكم أو ما الذي تسعون إليه في الفترة المقبلة؟ طبعا دار كتارة للنشر هي أيضا واحدة من الأفكار اللي كانت تم من خلال جائزة كتارة للرواية العربية، لأن جائزة كتارة للرواية العربية تقوم بطباعة ونشر أكثر من 60 رواية وكتاب نقد سنويا، فكانت الفكرة أن تكون أيضا الدار حاضنة للرواية العربية، تساهم في نشر الثقافة العربية والفن والتراث. فأن توجد في الدار حاليا أكثر من 100 كتاب في أقل من سنة، فالحمد لله هذا مشروع، وهي مشروع وطني كبير، وإن شاء الله أن يكون يساهم وتشجيع للكتاب والمؤلفين أن تكون الدار هي الحاضنة للإبداعات. ما هي نوعية الكتب التي ستقوم دار كتارة للنشر بنشرها والترويج لها وأيضا المشاركة بها في معارض الكتب العربية؟ ما هي نوعية هذه الكتب؟ طبعا الكتب الموجودة حاليا هي مجموعة كبيرة من الروايات، أيضا إذا كتب التراث وكتب عن التاريخ، كتب عن قطر وتراثه، فهي موجودة مجموعة من الكتب، وأيضا بلغات مختلفة، هناك اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، فالتركيز على الأدب العربي، على الثقافة العربية، على التراث، على الفن، فهذا هدف الرئيسي للدار. الدار تهتم بالمؤلفين القطريين والمؤلفين العرب، ما هي الشروط التي يجب توافرها في الكتاب لتقوم دار كتارة للنشر بالاهتمام بالكتاب بطباعته وأيضا بالتسويق له؟ طبعا الباب مفتوح للجميع، دار كتارة سوف تفتح الباب للجميع. الكتاب الجيد الراقي، اهتمام قبل كل شيء أن يكون الذوق العام، أن يكون الكتاب فيه
فيه من المعلومة والاستفادة للقراء. فدائما كنا نذكر أن ونقول نتمنى أن يكون هناك قراء في الوطن العربي بعدد المؤلفين والموجودين لعدد الكبير من المشاركين في الرواية العربية في جائزة كتارة للرواية العربية. فنتمنى أن تكون الكتب والروايات أو القصص أو أو في مجالات الفن أن تكون راقية تصل للإنسان العربي أو المثقف العربي أو القارئ العربي. هل ستكون هناك أنشطة لهذه الدار عدا عن موضوع الطباعة والنشر، مثل مثلا تشجيع المؤلفين الجدد على إبراز هواياتهم أو تعليمهم طرق الكتابة أو مشاكل من هذه الأنشطة؟ طبعا احنا ندعم الكتاب، وهذا مشروع أيضا كان العام الماضي موجود لدينا، وتشجيع خاصة في قطر. هنا كان تشجيع الروائيين القطريين، وكان تم اختيار بعض الروائيين أن يتم إعطائهم دورات تدريبية أيضا إضافة إلى الروايات، يتم أخذها في مرحلة مستمرة لمدة أكثر من 9 شهور لحتى إصدار الرواية أو الكتاب، فهي تمر في مراحل في عملية النشر. فهي في دعم كبير حق الروائيين القطريين أو الكتاب القطريين. أيضا هناك أنشطة مختلفة، فالدار ليست فقط دار للنشر، ولكن هناك أيضا حيكون معارض مصاحبة، وحيكون أيضا في مشاريع خلال السنة هذه في 2018 بإذن الله. هل هذه الدار ربحية بأي طريقة من الطرق أم فقط تهتم بالثقافة كما عودنا الحي الثقافي كتارة؟ لا، احنا طبعا جميع مشاريعنا هي مشاريع قائمة انها تدعم نفسها ويكون سيلف فاينانسينج. فأيضا مشروع الدار مشروع تجاري وليس فقط موضوع مشروع صحيح ودعم الثقافة العربية وهمنا وهدفنا الرئيسي، ولكن أيضا مشروع تجاري من خلال المعارض والمؤتمرات وبيع الكتب والنشر. فهي ليست فقط لنشر الثقافة، ولكن هذا هدفنا الرئيسي هو نشر الثقافة. أشكرك خالد السيد مدير الاتصال والعلاقات العامة في الحي الثقافي كتارة. نعم، نحن الآن في الاحتفالية التي تقام بمناسبة تدشين دار كتارة للنشر، وإحدى أو أحد الكتب التي ستوقع الآن بعد قليل هو كتاب صانع البهجة، والذي يتناول عدد من الدراسات في مسيرة الفنان الكويتي الكبير الراحل عبد الحسين عبد الرضا. بعد قليل سيتم توقيع هذا الكتاب. دار كتارة للنشر تعد بأن تكون منارة أخرى ومكان للمثقف والمؤلف العربي القطري والعربي بالتأكيد لنشر عدد من الكتب، وأيضا تنشر بعدد آخر من اللغات مثل اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وعدد آخر من اللغات لتصل إلى أكبر عدد من القراء. نحن الآن في الحي الثقافي كتارة، والآن يتم تدشين دار كتارة للنشر التي يأمل الكثير من المثقفين المشاركين هنا أن تقدم الجديد للقارئ القطري والقارئ العربي بشكل عام. نعم، أشكرك جزيل الشكر سلمان النجار مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من الحي الثقافي في الدوحة كتارة، وأيضا الشكر موصول لخالد السيد مدير العلاقات العامة والاتصال بالحي الثقافي كتارة، وأدعك تستمتع بتدشين يعني دار النشر سلمان، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا لشباك فلسطين، واليوم نذهب إلى الخليل، حيث صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام الخيام التعليمية وأثاث مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة ببلدية الظاهرية وللمرة الثانية خلال أسبوع. المدرسة التي هدمتها قوات الاحتلال في 9 من الشهر الجاري كانت مشيدة بألواح الزنكو والطوب، وتشمل على 6 غرف ومرافق ووحدة صحية، ويدرس بها حوالي 40 طالب وطالية. جريمة أخرى يقوم من خلالها الاحتلال بحرم أبناء فلسطين من حقهم البسيط في التعليم. مدرسة ليست تحت الشجرة بل تحت خيمة، مدرسة تختصر واقع الفلسطينيين بين الاحتلال والصمود، بين الطفولة وبين ممارسات الفصل العنصري. مدرستنا أجل اليهود هدموها، لمنهم هدموها طبعا احنا ظلنا صامدين وبنينا اخيام بدل المدرسة. لم يسمح لهم واقع الجدار بالانتقال الى مدارس قريبة اخرى، فطلبوا العلم في الخيام. بنيناها هذه لتخدم التجمع السكاني في المنطقة،
لأن الطلاب والأطفال في سن الروضة والصف الأول والثاني ما بيقدروا يروحوا على المسافات البعيدة على أكبر على أقرب مدرسة لهم في الذري. فعل صمود من نوع آخر وفعل مقاومة أبطاله أطفال ضد احتلال لم يجد حجة لهدم المستقبل سوى الادعاء بأن مدرسة تشكل خطرا على آثار موجودة. لا يزال الشعب الفلسطيني مصمما على البحث عن مساحات للتعلم وللمستقبل وحتى للفرح والطفولة وإن على أنقاض. وينضم إلينا مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع من رام الله صادق الخضور الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي. أهلا بك سيد صادق. يعني نتحدث عن موضوع طبعا هذه المدرسة. أريد أن أسأل في البداية يعني لو ممكن أن تحدثنا أكثر ما الذي حصل؟ أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين جميعا. أهلا بك. دعني في البداية أشير إلى أن هذه الخيام التي شوهدت هي ليست من العام 1948 إنما هي في العام 2018 بعد 70 سنة من النكبة. يضطر أطفال فلسطين ليعيشوا تجربة الخيمة مرة أخرى وهذه المرة في مدرسة زنوتة. هذه المدرسة الأساسية التي تضم بالمناسبة 40 طالبا منهم 10 في رياض الأطفال. شيدنا هذه المدرسة لكي تشكل حلا للأطفال الذين لا يستطيعون الوصول للمدارس لكي نوفر عليهم عناء السفر لهؤلاء الأطفال الذين يعني أرادوا أن يكون التعليم نافذة يطلوا من خلالها على العالم. ونحن في برنامج شبابيك لكن للأسف الاحتلال استكثر عليهم ذلك. أزيلت الواحد زينكو، وفرنا خيام مرة جديدة، تم مصادرة الخيام ووفرنا الخيام مرة أخرى، لكن أيضا الاحتلال صادر الخيام بعد أن كان في المرة الأولى صادر الأثاث، صادر الكتب، وصادر دفاتر التحضير للمعلمين، صادر القرطاسية، وهو لا يريد لطلبتنا أن يواصلوا تعليمه. طيب سيد صادق، ما الحجة أو يعني ما الذريعة يعني التي يتخذها الاحتلال لمصادرة الخيام وأيضا لهدم يمكن المدرسة في وقت سابق؟ يعني أولا هذه المدرسة هي تندرج في إطار مدارس التحدي التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بمبادرة من معالي الوزير الدكتور صبري صيدم لتعزز صمود الأهالي في المناطق المحاذية لمعسكرات الاحتلال وللمستوطنات. الاحتلال يدعي أن هذه مناطق عسكرية وبالتالي وجود المدارس يهدد توسع هذه المستوطنات وتوزيعها، وهو لا يريد لأطفال فلسطين الدراسة. يواصل شن حملة طبعا مزدوجة تبدأ بإزالة هذه المدارس الموجودة في المناطق المهددة بالمصادرة، ويواصل أيضا مهاجمة المنهاج الفلسطيني، محاولة مسبه بأنه منهاج تحريضي. كل هذه المحاولات تندرج في إطار يعني مصادرة حق أطفالنا في التعليم. للأسف في الشهر الذي احتفل فيه الشعب الفلسطيني بيوم الطفل الفلسطيني في الخامس من هذا الشهر تهدم هذه المدرسة 3 مرات بعد أن كنا أيضا بدأنا العام الدراسي بهدم مدرسة شرق بيت لحم أيضا. طيب سيد صادق، هل هناك يعني محاولات، هل تحاولون التواصل معهم؟ وخاصة هناك بعض التصريحات من منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقول أن أي بناء سيمثل خطورة كبيرة على الآثار التاريخية الموجودة في هذا المكان. يعني هم يتحدثون على موضوع آثار، وأنتم يعني نعلم جميعا بأن هناك دائما ذرائع وذرائع ليست طبعا الصحيحة لهدم، وأيضا يعني محاولة لمنع الطلاب الفلسطينيين بالحصول على التعليم، لكن يعني ماذا أنتم فاعلون في هذا الموضوع؟ يعني إذا كانت الحجة هذه المرة إنه تهديد للآثار، فما الحجة التي كانت سببا في هدم مدرسة جب الذيب مثلا في بيت لحم مطلع العام الدراسي؟ وما الحجة التي تقف وراء تخطير دائم لمدرسة الخاين الأحمر بالهدم؟ وما الحجة التي تقف وراء مهاجمة حافلة الطلاب كانوا عائدين بالأمس في رحلة مدرسية
من يطا أصيب على أثرها طالب خضع اليوم لعملية جراحية صعبة. كل هذه الحجج هي حجج واهية. نعم. ونحن ندرك أنه يعني محاولة تعطيل أي جهد لتمكين طلاب فلسطين من حقهم في التعليم تتطلب موقفا دوليا وتدخلا من كل الجهات التي تنادي بإعمال حقوق الإنسان. فلا يعقل أن يتحدث العالم عن تعليم حقوق الإنسان في الوقت الذي تصادر فيه حق أطفال فلسطين في التعليم. طيب أريد أن أسألك أيضا على يعني نعلم جميعا موضوع التعليم هو موضوع مهم جدا وأنتم تحاولون أن توفروا يعني ولو بأقل الوسائل حتى كما ذكرتم هي خيام على الأقل ليتلقى هؤلاء الأطفال التعليم المناسب. أريد أن أركز معك على موضوع أهمية التعليم يعني وأيضا يمكن مدى يشكله من أهمية لهؤلاء الأطفال وأيضا على موضوع التمويل وموضوع الإمكانيات المتاحة لديكم. يعني دعني أقول بأنه موضوع التعليم يشكل بالنسبة لنا هي محطة لإبراز قدرات أبناء شعبنا، محطة أيضا لتمكين أطفالنا من نيل حقهم الطبيعي في التعلم كبقية أطفال العالم، خصوصا بعد أنه حلقت في فلسطين في سماء الوطن العربي من خلال الحصول على جائزة أفضل معلم في العالم عبر حان الحروب. صحيح. أفضل مدرسة عربية طلاع العمل، أفضل طالبة في تحدي القراءة العربي عبر عفاف الشريف. هذه الإنجازات في اعتقادي هي تشكل محطة لتؤكد أنه التعليم بالنسبة لنا في فلسطين هو محطة مهمة إن لم يكن المحطة الأهم لإنجاز مشروعنا الوطني وبناء دولتنا المستقلة. في هذا الإطار نتعاطى مع هذا الموضوع. بالتأكيد التمويل نحن نعتمد على عديد الجهات والشركاء الذين يسانديننا عبارة علاوة على ما تخصص وزارة المالية والحكومة الفلسطينية ومؤسستها الرئاسي والحكومي من دعم لقطاع التعليم، لكن هذه المدرسة بالذات شيدت بدعم من المعلمين اليونانيين، اتحاد المعلمين اليونانيين، وبالتالي كان هدمها هو لطمة أيضا ليس لأطفال فلسطين لكن لكل النوايا الحسنة في العالم لهذه المبادرة التي تلقفناها نحن في وزارة التربية والتعليم العالي بكل الحب والترحاب، لكن هذا أيضا لم يرق للاحتلال. وكما نشاهد في الصورة هذه العيون التي ترنو للأمل تتطلع للحياة تواجه بأن مدرستها تهدم، ورسالتنا في هذه المنطقة تحديدا بأنه حان الوقت وأن الوقت لتنبت هذه البادية الجرداء إلى أجيال بدل الأشواك. صحيح سيد صادق، يعني نتمنى فعلا أن تكون هناك يعني هذه الرسالة وهذا الصوت أن يعلو أكثر وأكثر. أريد أن أسألك، تم توجيه الرسائل يمكن للمجتمع العالمي والدول والمؤسسات الدولية وخاصة في موضوع هدم هذه المدرسة. أريد أن أسأل وأيضا على موضوع يمكن فضح انتهاكات المحتل، وهذا طبعا شيء نحن تعودنا عليه وليس بالجديد وخاصة لا يكون هناك رد، لكن أريد أن أسأل هل من جديد في هذا الموضوع ولو بشكل سريع؟ يعني الجديد في هذا الموضوع نحن بيتنا حريصين جدا أكثر من أي وقت مضى على تفعيل الجانب الإعلامي، التواصل مع المؤسسات الحقوقية، التواصل مع الهيئات الدبلوماسية لحث على أخذ دورها في هذا الموضوع. نشكر لكم الاهتمام، نثق بأنه أي محاولة من طرفنا لإبراز هذه المعاناة تزيد الاهتمام الإعلامي. صحيح. وبالتالي الإعلام يشكل فضاء مهما من الفضاءات التي نتطلع لأن تبرز معاناة الشعب الفلسطيني، لأن تحرك السكون الذي يسيطر على الموقف حتى اللحظة لدى العديد من الأطراف الدولية. هذه هي خطواتنا، وإحنا أصدرنا أكثر من ورقة موقف فيما يتعلق بزنوتة تحديدا. الآن نجهز يعني مقاطع لتنزيلها على اليوتيوب ليتم تداولها، لأن مواقع التواصل الاجتماعي أيضا باتت قوة ضاغطة. صحيح. في هذا التوقيت، ونأمل إن شاء الله أن تسهم كل هذه الخطوات في يعني حشد رأي مناصر لأطفال فلسطين ولحقهم في التعليم. نعم سيد صادق الخدور، نأمل فعلا أن يعني أن يلقى الضوء على هذه المسألة بشكل خاص. شكرا جزيلا لك صادق الخدور الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي، كنت معنا من رام الله. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع من بعده في شباك الدنيا، نزور صارة ألعاب رياضية تستخدم التدريب في توليد الكهرباء. في شباك أخضر نتعرف على التغييرات البيئية التي تهدد النحل البري في مصر.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، موجز لأهم الأخبار مع الزميلة نادين مراد، ومن ثم نعود نستكمل باقي فقرات شبابيك. إليك نادين. شكرا لك أحمد وأهلا بكم مشاهدينا. نفذت القوة الجوية العراقية اليوم ضربات جوية وصفتها بالمميتة ضد مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضي السورية. وكانت قوات النظام والقوات العراقية قد طردت تنظيم الدولة من مجمل الأراضي تقريبا التي كان التنظيم يسيطر عليها، إلا أن المتطرفين حافظوا على وجودهم في المناطق الصحراوية النائية على طول الحدود بين البلدين. قتل 25 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في هجوم مفاجئ شنه تنظيم الدولة الإسلامية على أطراف مدينة الميادين. ويعد هذا الهجوم الأكبر للتنظيم منذ طرده من المدينة قبل 6 أشهر. وقد تمكنت قوات النظام وحلفاؤها في تشرين الأول أكتوبر الماضي من طرد عناصر التنظيم بالكامل من المدينة الواقعة جنوب شرق دير الزور ومن مناطق أخرى مجاورة. نقلت وسائل أعلام تابعة للنظام السوري أن المئات من مقاتلي المعارضة السورية في بلدة لدمير الواقعة في شمال شرق دمشق سلموا أسلحتهم وبدأوا في مغادرة البلدة بموجب اتفاق للإجلاء. وبموجب الاتفاق الأخير سيسمح لمقاتلي المعارضة الانتقال مع عائلاتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال البلاد. شارك الآلاف من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في مسيرة ضخمة في قرية عتليت المهدمة جنوب مدينة حيفا، والتي أقيمت مكانها بلدة يهودية للمطالبة بحق العودة، وذلك تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى 70 لقيامها. وفي كل عام يحيي الفلسطينيون داخل إسرائيل ذكرى النكبة بمسيرة مركزية في إحدى القرى المهجرة تأكيدا على حق العودة. وسارت عائلات بأكملها مع الأطفال، وردد المشاركون شعارات على غرار فلسطين العربية عاصمتها القدس الأبية وهتافات تدعم غزة. خاضت قوات موالية للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح اشتباكات اليوم ضد عناصر من حليفتها السابقة جماعة الحوثيين. وتعتبر هذه المعركة الأولى من نوعها التي تخوضها قوات موالية للرئيس التي حكم اليمن لأكثر من 3 عقود وبدعم من التحالف منذ بداية النزاع. كما اندلعت معركة اليوم في شرق ميناء المخا على البحر الأحمر عند تقاطع طرق رئيسية تقود شرقا إلى تعز وشمالا إلى ميناء الحديدة. سحب البرلمان التركي عضوية نائبين من حزب المعارضة الرئيسي المؤيد للأكراد حزب الشعوب الديمقراطية، وهما عثمان بدمير وسلمى أرماك، على خلفية إدانتهما مؤخرا في قضايا جنائية. وذلك غداة أعلان الرئيس رجب طيب أردوغان قرار إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في حزيران يونيو المقبل. ويقبع حاليا 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي إضافة إلى زعيمي الحزب السابقين في السجن، بينما تم سحب عضوية 11 نائبا من الحزب حتى الآن. اعتقل عشرات المتظاهرين في يريفان عاصمة أرمينيا، حيث استمرت لليوم السابع على التوالي الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق سيرج ساركيسيان الذي يشغل منصب رئيس الوزراء مع صلاحيات معززة. وحاول مئات المتظاهرين إغلاق مدخل مقر الحكومة في وسط المدينة. وتسبب هذا التحرك بتدخل قوات شرطة مكافحة الشغب التي أوقفت عشرات الأشخاص. ويحتج المحتجون على سياسات ساركيسيان الذي أنهى ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة وتمكن من العودة إلى الحكم بعد أن انتخبه البرلمان رئيسا للوزراء. يحتجون بسبب تغيير دستوري مثير للجدل أجراه ويسمح له بالبقاء في الحكم مدى الحياة.
أعلنت مجموعة مطارات باريس أيروبور دو باري أنها رفعت حصصها في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن إلى 51% بقيمة تبلغ 265 مليون دولار. وكانت الحصة السابقة لمجموعة مطارات باريس استقرت على نسبة 9.5% منذ عام 2007. ويشكل مطار الملكة علياء محورا لرحلات الخطوط الجوية الملكية الأردنية وبوابة لأهم المعالم في المملكة بما فيها البتراء والبحر الميت وغيرها. شكرا للمتابعة، ونتابع باقي فقرات شبابيك الآن مع أحمد. الآن مشاهدينا إلى شباك الدنيا، حيث نزور صالة ألعاب رياضية هنا في غرب العاصمة البريطانية لندن. تتميز عن مثيلاتها بأنها صديقة للبيئة، وتستطيع أن تحول الطاقة التي يبذلها مرتادوها أثناء ممارسة الرياضة إلى طاقة كهربائية تعود إلى شبكة الكهرباء العمومية. تجربة مميزة نتعرف على تفاصيلها في التقرير التالي. هذه الدراجات الرياضية ليست كغيرها، فكلما تعرق راكبها أكثر ولدت طاقة أكثر. هنا في صالة تيرا هيلي الرياضية بالعاصمة البريطانية لندن يولد هؤلاء المتمرنون طاقة نظيفة رفيقة بالبيئة. لقد شاركت في حصص الدراجات الهوائية من قبل، لكن من الجيد هنا أن يعلم المرء أن الطاقة التي يولدها تتحول إلى كهرباء تغذي الشبكة المحلية. درجات إيكو باور مزودة بتطبيق على الهاتف يمكنه أن يخبر المرء بكمية الطاقة التي ساهم في توليدها وكم حرق من سعرات حرارية. 5 دقائق فقط من الطاقة المنتجة كافية لشحن حاسوب ساعة كاملة. صحة المرء وجسمه وعقله كلها مهمة، وكذلك الأرض مهمة جدا، لذلك نحاول أن نحافظ عليها باستخدام طاقة رفيقة بالبيئة. هنا نحاول تثقيف العملاء عن أهمية حماية البيئة باستخدام الطاقة النظيفة، فيغادرون النادي بعقلية مختلفة. خطوات بسيطة لكنها حثيثة لا تكلف شيئا لهؤلاء المتدربين، إلا أنها تساهم حتما في بث الوعي بأهمية الطاقة النظيفة. فبكل دقيقة يقضيها المرء على هذه الدرجات يرد الجميل للبيئة. أما الآن مشاهدينا فموعدنا مع شباك مسؤول وللمسؤولية الجماعية، ومبادرة مختلفة تأتينا اليوم من إدنبرا. بدأها طالب دكتوراه سوري قرر مساعدة غيره من اللاجئين من خلال جلسات تعليمية بين طلاب الجامعة ولاجئين سوريين تساعدهم على تحسين اللغة وأيضا فهم المجتمع الجديد بصورة أوسع وأشمل. نتابع. أخيرا انتهى الأسبوع وهؤلاء الطلاب يتوجهون إلى المنزل بعد أسبوع مرهق، لكن هنا في كنيسة جامعة أدنبرا تبدأ المتعة الحقيقية. جلسة تعليمية جديدة لا تخلو من المرح تجمع طلاب الجامعة بمجموعة من اللاجئين السوريين. الدكتور عامر اللاجئ السوري وخريج جامعة أدنبرا كان هو من بدأ المشروع، ذهب إلى سوريا في زيارة عادية غيرت حياته، فقرر تكريس وقته لمساعدة غيره من اللاجئين. لسوء حظي في عام 2011 كنت عائدا إلى سوريا لزيارة عائلتي عندما اعتقلتني قوات الأمن التابعة لنظام الأسد. تم تعذيبي لمدة 2 شهر متواصلين، واتهمت بالتجسس لصالح الغرب لأنني أتيت من المملكة المتحدة، لكنني تمكنت من الهروب وعدت إلى أدنبرا وطلبت اللجوء في المملكة المتحدة ومنحت وضع لاجئ عام 2011. In the UK and granted refugee status in 2011.
سيدرا التي تبلغ من العمر 12 عاما وأصلها من حمص عانت في دراستها كثيرا عندما انتقلت العائلة إلى لبنان، خصوصا مع المضايقات من قبل زملائها في مدرستها اللبنانية. عندما كنت في المدرسة في لبنان كان بعضهم يضربني ويقول أنت من سوريا، عودي إلى بلدك، لكنهم لا يقولون لي شيئا كهذا هنا أو أي شيء سيء. أما عمار البواب الذي كان قد جاء إلى اسكتلندا عبر تركيا، فعلى الرغم من قدومه إلى أدنبرا قبل 18 شهرا فإن اللغة لا تزال تمثل مشكلة له. أول ما أجيت كان ضايقة هيك خلالي لأنه ما كنت بعرف بحكي إنجليش. هذه الجلسات مفيدة للاجئين بلا أدنى شك، ولكنها تعطي فرصة للمعلمين كذلك ليكتشفوا شيئا جديدا عن أقرانهم السوريين. أحد الأشياء المثيرة للاهتمام، وهذا ليس مفاجئا حقا ولكني أعتقد أنه قد يبدو مفاجئا لبعض الناس، هو مدى تشابهنا معهم. كم هو عادي أن نتحدث فقط عن الأشياء اليومية، عن التسوق، عن الأفلام، عن أي شيء. هناك الكثير من الأرضية المتشابهة، لدينا الكثير من القواسم المشتركة. فر هؤلاء الشباب من سوريا أملا في البحث عن الأمان وعن مستقبل مشرق، وكلهم حنين إلى بلادهم التي مزقت الحرب أوصالها. نقول إننا ولدنا في سوريا، لذلك فإن قلوبنا ودماءنا سورية، لكن الأكسجين الذي نتنفسه من أجل البقاء هو اسكتلندي، لذا فقد أصبحنا أو إن هذه المجموعة أصبحت نوعا ما من الاسكتلنديين الجدد. هناك دائما أمل في العودة إلى سوريا يوما ما، ولكن ليس في المستقبل المنظور مع الأسف. فنحن نركز الآن على الحصول على أفضل تعليم وتحقيق أفضل ما يمكننا تحقيقه، وفي وقت ما في المستقبل يمكننا العودة وبناء بلدنا مرة أخرى. على الرغم من الترحيب الحار الذي يلقاه الطلاب السوريون في بعض الأحيان في اسكتلندا، فلا يزال أمامهم الكثير من العقبات لتجاوزها بغض النظر عن الإيجابيات التي يجلبونها إلى البلاد. الآن مشاهدينا على الشباك الأخضر، ودراسة صادرة من جامعة بريطانية حول النحل في بعض المناطق البريطانية في مصر كمنطقة سانت كاترين وفي سيناء، وهي طبعا مهددة بسبب دخول أنواع غريبة عليها من النحل. نتابع. إدخال أنواع غريبة أو غير أصلية من النحل إلى مناطق برية في مصر كسانت كاترين قد يقتل النحل الأصلي ومعه أنواع محددة من النباتات. هي خلاصة دراسة نشرتها جامعة أنجليا راسكن البريطانية وخرجت إلى الضوء بعد أبحاث أجريت في محمية سانت كاترين لاكتشاف طبيعة تفاعل النحل المقيم مع النحل الغريب وآثاره الجانبية. أظهرت الدراسة أنه عند استخدام أنواع جديدة من النحل فهي تتكاثر وتتنقل بين أزهار المنطقة، وهذا يعني أنها تنافس النحل الأصلي وتتزايد على حسابه. الدراسة البريطانية أثبتت أن أنواع النحل الجديدة في جنوب سيناء كانت عادية في سلوكها المتعلق بتناول الطعام، إذ تمكن النحل من الوصول إلى النباتات بمختلف أماكنها مع ظهور مستويات عالية من تداخل الموارد مع النحل الأصلي. وأكثر ما أقلق الباحثين هو أن التداخل بين النحل يمكن أن يؤدي إلى انقراض أنواع معينة في نهاية المطاف، مع ما يعني ذلك من تأثيرات سلبية على مستويات إنتاج العسل وتوازن الطبيعة وسط احتمال انقراض أنواع من النباتات المستوطنة. الآن مشاهدينا لآخر فقرتنا الأسبوعية وأجندة الفعالية الثقافية والفنية في العالم العربي، وتنضم إلينا الزميلة دينا طارق لتطلعنا أكثر عن هذه الفعاليات. مساء النور دينا.
مساء الخير أحمد ومساء الخير مشاهدينا على التلفزيون العربي. يستضيف المتحف العربي للفن الحديث بالدوحة مشروع الفنانة التشكيلية القطرية هناء السعدي والذي يحمل عنوان مقترح منحوتة للفن العام، والذي بدأ عرضه في 25 من فبراير الماضي ويمتد حتى 13 من شهر مايو المقبل. المشروع مصمم على شكل الاستوديو الخاص بالفنانة ويضم مكتبة بها العديد من الوثائق والكتب والمقابلات المسجلة، إضافة إلى مساحة تعرض بها مخططات ونماذج لمنحوتات صغيرة، وذلك للتشجيع تبادل الأفكار بين زوار المتحف والفنانة. وستعقد السعدي حوارا مفتوحا عقب انتهاء المشروع للحديث عن أبرز مراحل تطوره. وتنطلق في 8 من مساء يوم الجمعة المقبل فعاليات الدورة 6 للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والتي تتواصل حتى 26 من إبريل الجاري، وذلك على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين. وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم لتمتزج ثقافات الشعوب المختلفة مع الفنون التراثية المصرية من خلال رؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح ورئيس مؤسس المهرجان. كما يقام على هامش هذه الدورة أكبر سوق تراثي للمنتجات الشعبية المصرية ومتحف للآلات الموسيقية الشعبية من مختلف أنحاء العالم بقبة الغوري، إضافة لكرنفال دولي بشارع المعز في 3:30 عصر 21 من إبريل الجاري. وينطلق غدا بمعهد اليوبيل بالعاصمة الأردنية عمان المهرجان الرابع لروبوت الأطفال، ويقدم المهرجان للأطفال من سن 6 إلى 10 سنوات الفرصة لاستكشاف عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم الفرق المشاركة بعمل بحث علمي لإيجاد حل لإحدى المشكلات الحقيقية التي تواجه العالم، قبل أن يقوم كل فريق بتصميم وبناء نموذج متحرك من روبوتات الليجو. ويذكر أيضا أن المهرجان لا يتطلب أي خبرة سابقة في مجال التكنولوجيا للمشاركة في فعالياته. يكشف معهد جوتا بالعاصمة البلجيكية بروكسل في 5:30 من مساء 27 من شهر إبريل الجاري عن جدارية للفنان السوري إبراهيم فخري. يأتي هذا في إطار ملتقى تراب للفن السوري الذي يستضيفه المعهد، والذي انطلقت فعاليته يوم الثلاثاء الماضي ويمتد حتى 27 من الشهر الجاري. ويضم الملتقى أعمالا فنية بصرية مختلفة لعدد من الفنانين السوريين المعاصرين، ويأتي بالتزامن مع مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة. إليك أحمد. شكرا لك يا دينا. كانت إذن هذه مشاهدينا فعاليات لطبعا العالم العربي وأوروبا والمشاركة العربية. مشاهدينا نختم الحلقة كالعادة بالشباك السعيد ونذهب إلى ميشلين في بلجيكا، وتحديدا إلى حديقة الحيوانات هناك لنشاهد اللقطات الأولى لميلاد الفيل الآسيوي. فقد استقبلت الحديقة هذا المولود الصغير قبل أسبوع من اليوم، وهو ثالث فيل يولد في الحديقة هذا العام وأول ذكر، وقد تمكن من الوقوف على قدميه بعد 15 دقيقة فقط. مشاهدينا نترككم مع هذه اللقطات الأولى للفيل الصغير، ونراكم يوم الأحد في تمام 5 بتوقيت القدس عاصمة فلسطين، 3 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء وإجازة سعيدة في رعاية الله.